السلام عليكم عم غرباوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنان فين؟ بتسأل على حنان ليه يا هرب؟ مش فضيناها سيرة وكل واحد راح لحاله؟ أنت بتكلمني أنا كده عم غرباوي؟ أنا عرب السويركي مش حد غريب. ما هو علشان أنت عرب السويركي اللي مرمطت بنتي وبهدلتها لازم أكلمك كده. كفاية يا ابني. أنتوا مش لاقيين على بعض. انساها. وسيبها للي يقدرها ويستاهلها. حنان مش ليك. عرب عرب حنان كانت من شويه في القهوه عرب، وكانت معاها كيس النعناع ورمته في البنك ومشيت وهي بتعيط. وراحت فين؟ تلاقي روحت. طب تعالى معايا يا مؤمن. انا قلقانه على امي قوي يا جمال، حاسه ان احنا اتسرعنا ان احنا قلنا لابويا. ما كنا تنيلنا كتمنا في صدرنا وسكتنا. انت برضو تقعد تسخني على الحاجه كده لحد ما اعملها وفي الاخر ارجع اندم. اللي احنا عملناه ده هو عين العقل يا سميحه. بعدين الحجر الداير لابد من لط المؤاخذه. لو كانت عملت حساب لحظه زي دي ما كانتش قلب بعقلها وعملت عملتها ابدا. لحد ما الفاس تقع في الراس. ودينا قلنا لابويا يا اخوي. حصل ايه؟ ما عملش حاجه. ما نبناش منه الا كلمتين يورموا العظم. الا قولي لي يا سميحه، هو ايه اللي يخلي الست تخون جوزها؟ اللي اتعقل منها وفرغت عين، ولو زي امي يبقى عقلها فوت منها. انا قلت كده برضو، اكيد مخها فوت منها. بقول لك يا سميحه، عارفه المثل اللي بيقول ايه اللي بالقدر على فمها تطلع البت لامها؟ عارفاه يا جمال، انت تقصد ايه؟ أنغام، اكيد أنغام هتخون جوزها لما تتجوز يعني. لا يا اخويا مش هتخون، عشان أنغام طلعالي تربيت عبد ربه. هقوم حسب الدليفري. قوم يا اختي. ايوه يا اخوي. هات الباقي. كده 5 جنيه. يا اتكل على الله. اكل عليا 5 جنيه. بقى عملت ايه لقيتها؟ لا حنان مش جوعه. ولا تكون راحت فين؟ يعني هي ما قالتلكش هي راحت فين اكيد؟ لا والله العظيم ما قالتلي. ماشي يا مؤمن، يلا اتكل على الله انت، يلا روح. بتدور على حاجه يا ابو الصحاب؟ اصل لو بتدور على حاجه قول لي هساعدك. في 50 كده كانت مرميه قدام المحل وانا تايه مش عارف مين صاحبها. انت عارف ده مكان اكل عيش. ما احبش قرش حرام واحد يخش جوه. بقول لك يا رواح انا مش شايف قدامي، فكك مني. طب بقول لك يا ابو الصحاب قبل ما تمشي بس، استشاره من وزير الحنيه. اللي قول لي بقى، الشامورته احلى ولا العتاقي؟ اصل انا سمعت ان انت ماشي مع صباح الجياش، هما اللي بيقولوا. انت يا جدع صغير دايس كبير دايس ايه؟ طالع واكل نازل واكل، مفيش حاجة علينا. شوف يا أخي، أنا قعدت أفكر كتير وشغلت بالي، بس كنت متأكد إن العفانة دي ما تطلعش غير منك أنت. يعني أنت بقى اللي مسايح على الحوار في الحتة، بتتكلم في أعراض وشرف يا رباح. نزل إيدك بس، استنى كده الحارة تتفرج علينا يقولوا إيه؟ عرب بيثبت رباح في الحتة، وتحصل بقى درويلة بقى ويك ويك وكلام كتير، وساعتها هتدخل، ولما هتدخل حاطين رقاب، فانا هعتبر 2 اخوات
بيهزروا مع بعض. يا عم طلاق ثلاثة من مراتي اللي انا لسه ما اتجوزتهاش، ان كل كلامك فوش عارض خلاص، لا تعور ولا تموت، شغل عيال صغيره بيلعبوا في الشارع. عارف رباح، انا عملت كل حاجه غلط في حياتي وندمت عليها كلها الا حاجه واحده. ايه بقى؟ اني طيرت لك عينك زمان، كان عندي نظر ساعتها. ده جزاتي، ده جزاتي اني سمعت حاجه وجيت بلغتها لك. صحيح، خير انت اعمل عربة تلقى هتلقى والحساب هيجمع، بس ساعتها اخدك كلك على بعضك، مش هخلي فيك حاجه. لا راجل يا عرب، راجل عليك وعلى افندينا بتاعك. يلا يا عم ربنا يعينك على حالك. اه انغام عبد الرب يا فندم، في سائح انجليزي قدم بلاغ في شركتك وقال ان موظف عندك في الشركه اسمه ماهر اداله بسعر السوق السوداء 18000 يورو والفلوس المصري طلعت مزوره. طب حضرتك هو انا مالي بالكلام ده؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. ايوه بس ماهر اللي قال ان انت اديتي له فلوس مزيفه. انا عملت كده يا ماهر؟ ايوه انت اللي قلتي لي اعمل كده، ودي مش اول مره يا شيخ. حرام عليك، عايزين اشيلها لوحدي ليه؟ ولا انت يعني عشان بنت الناس وايديهم طايره؟ وانا راجل غلبان؟ ده راجل كذاب. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده حضرتك، انا ماليش دعم. لو سمحت انا موبايلي فاصل، معلش عايزه بس اكلم بابا. ممكن بعد اذنك توصلني بيه؟ بعد اذنك. بص بقى يا نجم، عايزك تسمعني يا شعوذه، انا عايزك تدلعني، عايزك تعمل لي اغنيه مترقعه، حاجه كده تعمل بوم، عايز الناس كلها تحفظها وتبقى عامله زي اللي بنى فوقه، عايزها تلعلع في كل تكاتك المغربلين. بس كلمات الاغنيه دي تبقى رايحه فين؟ سكه صباح ماشيه مع عرب والحب في قلبهم ضرب، حنان خدت الصابونه يا عالم الحقونا، حاجه يعني من السكه دي. ما انت فنان يا شعوذه وفاهم، وانا يا عم هروقك. ايوه بس الحوار ده خطر يا جن، وقعته تعور. يا عم تعور ايه؟ ترى شعوذه هو انت مالك بالحوار؟ انت راجل فنان بتقول الحوار اللي مكتوب. اي حد يا عم اسالك قول له الكلام ده من وحي المؤلف، ولو الحوار مضايقك يا عم خلاص شيل حنان خدت الصابونه. بعدين جراها شعوذه، ما هو كله بتامر على شعوذه. يابا احلى مسا عليك، انا اشتريت منك خلاص، ابرز بقى. حبيبي يا شعوذه عظيمه، هات الفلوس اللي عندك. عينيا ليك يا جن، هصيطهم لك واخليهم ترد المغربلين. حبيبي يا شعوذه احلى مسا عليك. احلى مسا عليك يا جن. وعلى قد ما الترند يعلى، على قد ما القبيك يعلى. حبيبي يا شعوذه. حبيبي يا جن.